كنت تعرف ان معنا في ولاية اعلام مريم ابو علي تحديدا في حمة السرير متحف اثري فيه مقتنيات اثرية ونادرة تعود بعضها الى 500 عام متحف الحميدي. تعالوا نستكشف مع بعض هذا المتحف. راح نشيل معنا مغناطيس عشان نتأكد من حاجة نادرة موجودة في المتحف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ابو هزاع الله يعطيك العافية. كيف حالك؟ تفضل تفضل. بسم الله. من 28 سنة جاتني الفكرة ذهني اني احب الترا. الين تطلع علي الشمس، من تطلع علي الشمس تلقاني هنا. اشوفني الحين اني عندي المتحف هذيك اني مالك الدنيا. من فرحتي لهذا المتحف. هذا قسم الفخاريات وهذا المناديس يسموهن صناديق السيسن. وهذا قسم النحاسيات. صندوق العروس. الله، هذه كانت الزينة. هذا الزينة الأولي، هذا السدف، هذا الصبور الأولي، الصحن هذا هني. شوف التاريخ من 1792. هذا قسم زينة المرأة البدوية وخاصة هني عندنا في جنوب الشرقية. القبعة. القبعة. هذا الصراي. هذا الصراي. من زمان ماشي كهرباء. ماشي هذا هو الفنر، وقبله هذا صراي ابو فتيله. هذا الشكل معروف. هذا بنقول. وهذا الداموس. مثل ركن زاوية خاصة. نعم. القديمة كذلك. ومورخات. وهذا الحلي مثل البناقري مثل العواضد. وهذا الزي القديم. القديم. المصر الحيدري اليدية وردي والسعن سعن الماي. وهذا كان كرم صغير يشرب فيها الماي كذلك. والخنقة والمحزن والوزارة برسم. هذا الأسلحة. الأسلحة بأنواعها والسيوف بأنواعها. أسلحة قديمة. قديمة. وهذا السكاكين الخناقر أول. نعم. يخلون في الخنجر. هذا يسموها مبخرة. مبخرة. المبخرة هذا هني كلها من الجلد حق الباروت. وهذه إذا ما حافظنا عليها معناته إنه خلاص بتروح وبتنتسي. أما هذا فحجر نادر موجود في المتحف، إيش تتوقعوا؟ والله ضبط.